السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقد ذكر أهل العلم آدابًا للمجالس ينبغي تعلمها وتطبيقها، لأنها مستمدة من الوحيين الكتاب والسنة. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن تلك الآداب أولاً ينبغي للمؤمن إذا دعي إلى وليمة ألا يثقل على صاحب الوليمة بطول الجلوس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، الآية. وهذه النقطة وغيرها من الآداب الأخرى كلها ترجع إلى ما جبلت عليه العرب من العادات الفاضلة والآداب الكريمة مما تعارف عليه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن معادن العرب كما في الصحيحين: خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. ثانياً من الآداب، إذا دخل المجلس ينبغي له أن يسلم عند دخوله وأن يسلم عند خروجه، لما روى الترمذي في سنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المجلس فليبدأ بالسلام، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا أراد أن يخرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. ثالثاً، ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه وأن يجلس فيه آخر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. رابعاً من الآداب ألا يفرق بين اثنين، فإذا دخل المجلس فقد يجد شخصان يتحدثان، قد يكون بينهما حديث خاص، فإذا جلس بينهما فقد يعني أشكل عليهما في هذا الأمر. ولذلك جاء في سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. خامساً، إذا دعاه صاحب المنزل فعليه أن ينقاد له وأن يجلس في المكان الذي يحدده، فهو أعرف بما يناسبه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، أي يصبح إماماً لصاحب المنزل إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. سادساً، من جلس في مجلس ثم عاد إليه مرة أخرى فهو أحق به. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جلس في مجلس ثم عاد إليه فهو أحق به. ثامناً، ورد النهي أن يجلس الواحد ويضع يده اليسرى خلف ظهره ويتكي على إلية يده. روى أبو داود في سننه من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري،
واتكأت على إلية يدي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقعد قعدة المغضوب عليهم. ثامنا، على الضيف أن يحفظ سمعه وبصره من النظر إلى داخل البيت وألا يتجسس على أهل الدار. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. قال بعض الشراح: الفرق بين التجسس والتحسس أن التجسس تتبع عورات النساء، والتحسس الاستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، نسأل الله السلامة والعافية. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تاسعا، مراعاة أدب الإنصات والاستماع بأدب في المجلس، فبعضهم يقاطع الآخرين وبعضهم يستأثر بالحديث، فإذا كان في المجلس لا يدع أحدا أن يتكلم غيره، وبعضهم ينشغل بالجوال وينظر إلى الناس وهو يتابع هذا الجوال، فيفسد على أهل المجلس مجلسهم. عاشرا، المجالس بالأمانة. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وحسنه بعضهم: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة. الحادي عشر، إذا كان في المجلس درسا علميا أو موعظة أو شيئا من ذلك فينبغي الإنصات والاستماع بأدب وعدم الانشغال بالجوال أو مضايقة الآخرين بكثرة الضحك أو المزاح أو ما أشبه ذلك. الثاني عشر، الاستفادة من أهل العلم والفضل الذين في المجلس. فقد يكون في المجلس طلبة علم أو أناس كبار في السن أو لهم تجارب في الحياة فيستفاد منهم. ولذلك كان إسحاق بن راهوية المحدث المعروف في مجلس فقال لأصحابه: لو جمعتم كتابا مختصرا من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري فوقع في قلبي فألفت الصحيح. الثالث عشر، ترك المدح والثناء على 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 النفس في المجالس. فبعضهم يمدح نفسه ويعجب بها ويبين كم عنده من مال وكم من بلد سافر إليه وكم من كتاب قرأ، وقد يصحب ذلك الطعن في بعض القبائل أو في بعض المدن أو في بعض الجنسيات. ولذلك كل هذا يؤدي إلى كسر قلوب الآخرين. جاء في سنن الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. وروى الإمام مسلم في صحيح من حديث عياض المجاشعي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. الرابع عشر والأخير، كفارة المجلس. روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.
اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات اجالنا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.